السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معانا فيديو جديد بيتكلم عن ماسورة الكرسي والوضعية الأنسب ليها. أي ماسورة كرسي معانا يا جماعة أو أغلبيتهم يعني بيكون متحدد لك الماكس لود بتاعها هنا، تمام؟ مش عارف إذا كنتوا شايفين ولا لأ، عشان دي بالأسود بيبقى فيك في خطوط هنا كده مكتوب عليها كده ايه الماكس بتاعها، تمام؟ ده علشان ناس كتير جدا بتبقى عايزة تعلي الكرسي فبيحطه يدوبك ملي متر او من 2 ملي كده، تمام؟ ويقوم جاي قافل لك ايه الكويك ريليز وماشي. وطبعا ده خطر 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 جدا. ليه بقى؟ انت سيادتك لما جيت دخلت جزء صغير خالص من الماسورة بتاعة الكرسي هنا وهتيجي تقعد، سواء انت رفيع او تخين، لو انت رفيع ودخلت في مطب او اي حاجة هتلاقي ان الجزء ده اتقطم معاك، الجزء بتاع الفريم اتقطم معاك، لان انت عملت التحميل كده على كل وزنك وكل الكلام ده في الحتة دي بس، فده غلط. تاني حاجة ان هما ليه محددين لك الجزء ده؟ لو احنا جينا بصينا وشلناها اصلا وقلنا نعرف مع بعض سبب ان هم محددينك من هنا كده، لو احنا جينا حطينا الجزء اللي محددينه هنا كده هتلاحظ ان في ايه، ان انت عندك هنا لحد هنا اهو، هتلاقي ان كده بالطريقة دي الوزن بيبقى متحمل على ايه، على العمود ده والريشة دي والريشة اللي هناك والعمود ده، الجزء ده كله، تمام كده؟ ده في حالة لو انت دخلت الماسورة زي ما هما كاتبين لك عليها، زي ما الشركة كاتبه لك. لكن لو انت حبيت تعلي الكرسي قوي وقمت جيت مخليها هنا ويدوبك دخلتها كده بالشكل ده، حاجة بسيطة خالص مثلا، فده غلط وخطر عليك انت ذات نفسك، لان هي ممكن تقطم، ولو قطمت انت لا قدر الله هتسبب لك مشاكل يعني، تمام؟ طيب تاني حاجة بالمرة نذكرها معاكم، ان في ناس كتير بتيجي فاكرة ان الكرسي ده اللوك بتاعه بيبقى كده، تقوم جاي رابطة كده كده اهو، تقول لك انا كده قفلته، هو طبعا كده ما اتقفلش خالص. الصح اللي انت بترجع دي لورا شوية وبتحدد المدى اللي انت عايزه بالناحية التانية من الوردة للناحية التانية دي، وبتقوم جاي قافل كده اهو، كده اتقفل معاك، تمام اهو، تمام. فيديو بسيط جدا بس يا رب يكون مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.